أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: ما حكم هذا القول؟ فإنه يقول البعض: لا داعي لزكاة الفطر في هذه الأيام لأنه لا يوجد فقراء. إيه، لأنه هو غني ويحسب الناس كلهم مثله. الكلام سامج ولا يجوز أن يقال هالكلام، يعني تلغى فريضة من فرائض الإسلام. قال: ما في فقراء؟ في فقراء كثير، لكن الفقراء يبون من يتعرف عليهم، يبون من يبحث عنهم، تفقدهم. نعم.